يسعدني أن نتشارك معا تلك اللحظة التي طالما سعينا لها بالكفاح والعمل الجاد، فقد باتت مصر بفضل شعبها العظيم ورجالها الأوفياء واحة للأمن والاستقرار في المنطقة. ومن هنا فقد قررت ولأول مرة منذ سنوات إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد. بهذه الكلمات أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي رفع حالة الطوارئ في مصر للمرة الأولى منذ سنوات، ليلقى هذا القرار ردود أفعال عالمية واسعة في مختلف صحف العالم. فاهتمت صحيفة The New York Times الأمريكية بالخبر وكتبت عنه مقالا تحت عنوان قائد مصر ينهي حالة الطوارئ ويقول إنها لم تعد ضرورية. وكتبت The Washington Post رئيس مصر يعلن أنه لن يمد حالة الطوارئ التي كانت مفروضة في البلاد لأربع سنوات. واهتمت ABC نيوز الأمريكية أيضا بالخبر وكتبت تحت عنوان رئيس مصر يعلن عدم تمديد حالة الطوارئ. وكتبت US نيوز الأمريكية الرئيس المصري السيسي ينهي حالة الطوارئ لأول مرة منذ سنوات. كما كتبت وكالة رويترز الرئيس المصري السيسي ينهي حالة الطوارئ لأول مرة منذ سنوات. وأبرزت أسوشيتد بريس هذا القرار أيضا وكتبت تحت عنوان رئيس مصر يعلن عدم مد حالة الطوارئ. كما اهتمت سبوتنيك الروسية بهذا الخبر وكتبت السيسي ينهي حالة الطوارئ في مصر لأول مرة منذ أربع سنوات. وعلقت TRT التركية على هذا القرار وكتبت مصر تنهي حالة الطوارئ التي كانت مفروضة عقب تفجيرات متتالية بكنيستين في عام 2017. أما CNN بنسختها العربية فقالت السيسي يلغي حالة الطوارئ، مصر باتت واحة للأمن والاستقرار في المنطقة. ونشرت BBC عربي قرار الرئيس السيسي وكتبت السيسي يعلن إنهاء حالة الطوارئ المستمرة منذ 2017. فيما علقت يورو نيوز بنسختها العربية وكتبت ظلت حالة الطوارئ مفروضة في مصر منذ إبريل 2017 مع تجديدها كل 3 أشهر. أما فرانس بنكاتر الفرنسية بنسختها العربية فقالت الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يعلن في تدوينة على فيسبوك رفع حالة الطوارئ المفروضة منذ سنوات. بينما كتبت دويتشا فيلا الألمانية مصر سترفع حالة الطوارئ في عموم البلاد والتي كانت مفروضة لأكثر من 4 سنوات. فيأتي قرار رفع حالة الطوارئ في مصر ليؤكد على أن الدولة المصرية تشهد استقراراً سياسياً واجتماعياً واقتصادياً كبيراً، ويمثل إنعكاساً لجهود الدولة والاستقرار الأمني والاجتماعي في البلاد.